مش حاسين خالص بأي موهبة عندك، أنت ما كنتش بتبين، بتدندن، بتمثل قدام المراية. ما كنتش ببين يعني، ما واحد بيبقى عامة ما مكسوف، وما يمكن مع نفسي بس لوحدي يعني في الأوضة على صوت واطي. دلوقتي بقيت بفتح على البحري وعلي ويا لا، فلا ما كانوش حاسين. فهي نفسها ما والدتي كانت مستغربة في ده بيروح بيعمل ايه بالظبط، وبيرجع وبرده اوكي اتقبل. هي معذوره مش شايفه اي بوادر يعني. فعلا معذوره بس ما حصل لها. جت على اخر يوم وقالت لي لما رجعت بقى قبل ما نسافر تاني اخر ثالث مره، قالت لي لازم اسمع، لازم اعرف حاجه. قلت لها بس اخرجي بره من الاوضه عشان انا بتكسف يا ماما وبتاع. تخيل تتكسف، تتكسفش من الناس وتتكسف من والدتك، ما اعرفش غريبه جدا دي. فخرجت بره الاوضه وقعدت اغني شويه كده فبس، وانبسطت. قالت لي لا برافو ما شاء الله وكده، ما كنتش عارفه وليه ما كنتش بتورينا. قلت لها ما اعرفش، ما بحبش اوري حد انا عندي، حتى في الرسم حبش ابقى قاعد اقول انا بعمل كذا يا جماعه، عادي مش دي حاجه الشخصيه يعني. حتى في الجامعه كان دايما يقول لنا انت بترسم وانت تقريبا ما قلتلناش وكده. الرسم بقى قول لنا على الرسم. يمكن اول مره يمكن الناس عرفتني في الجامعه بالرسم، هاني اللي بيرسم بس، وبعد كده هاني الموديل. فاكر اول صوره رسمتها كانت لمين يا هاني؟ وكنت بترسم ايه؟ ايه نوع الرسم اللي بترسم؟ لا دايما بورتريت وشوش، وبحب المراه قوي يعني قوي. ويمكن هتشوفوا البيت عندي غريب، الاوضه عندي غريبه جدا. هو دايما تقول لي انت بتحليهم كمان زياده عن اللزوم، اديهم مقامهم يعني ما تخليهمش بيرفكت. قالت لي محل من الحلين، يا اما تتجوز واحده فائقه الجمال، يا اما واحده بشعه بس انت شايفها جميله. عشان انت بتشوف مثلا ممكن ارسم حد انا شايفه على الورقه كذا، فاهم؟ ممكن ارسمك شايفك كذا. طب هاني الجمال بالنسبه لك ايه بقى؟ لو هنتكلم بصي من اوتسايد، انا عندي العينين مهمه جدا، العينين بتتكلم مهمه جدا جدا جدا. لازم تكون عينيها معبره يعني. ما هي دي العينين، هي انت بتعرف منها كل حاجه، اذا كانت مبسوطه، اذا كانت زعلانه، اذا كانت بتحب، ما بتحبش، متضايقه، كل حاجه بتبان من العينين. يعني بتامن بلغه العيون جدا جدا جدا. اكيد نظره العين مش اللون ولا يعني الشكل والنظره مش اللون يعني. في عينين ساعات تبقى عين غامقه وصم يعني سودة وجميله، تحسها زي جميله جدا بتجذبك، عارف ازاي؟ في كده بس طبعا مش هيبقى مهم قوي قد ما هيبقى مهم برضو اللي جوه. والله صدقني اللي جوه ده ما بقولش اي حاجه من عندي، اللي جوه ده بينطبق على اللي بره يعني. في كام بنت كنت اعرفهم مش حلوين قوي، بس اللي جوه مخليهم تحف بصراحه. وصراحه مفيش اي بنت وحشه في الكون يعني بصراحه. لا وبيقول لك كمان ان الروح يا هنيدة بيقول لك دايما ان هو بتطلع على العينين. فعلا بتطلع يعني. في بنت كنت اعرفها كانت من كتر روحها بتحلو يوم عن يوم، يمكن في نظري انا عشان انا شايف ده. ولو يا جماعه شوفوها بعيني انا، بصوا بتبقى عامله ازاي، انت عارف ازاي كده. هو الحب كده على فكره، مش مهم على فكره الجمال ده هيقعد قد ايه، ما بيدومش، انت عارف ازاي، ما بيدومش خالص. مش مهم قد ما اللي جوه مهم، ده اللي هيستمر، ده اللي يعني دي اللي هتريحك يعني. القلب طول عمره مهما كبرت هو القلب. دي حاجه مفيده برده عشان دي برده عشان الناس تعرف. لا ولا مش حاجه جديده، الناس عارفه ده، بس يمكن احنا يمكن بتجذبنا انت عارف الشكل بيجذبك اول حاجه، اول حاجه واو تجذبك، بس بعد كده ممكن تقعد معاها ما تحسش انه ما تحسش دي واحده مش عارفه اتكلم معاها في اي حاجه، ان جميله بس. وياما قعدت مع جمال كانوا معانا مودلز ومش حاسس انه غير ما فيش اي حاجه، ما بتتكلمش عن حاجه غير عن نفسها وعن ضوافرها وعن عينيها وشعرها ده الراجل ما بيحبش كده. يحب تبقى ست جميله بس مش ده اللي يهمه قوي، يعرف اتكلم معاها في السياسه، في وطن، في فن، في دين، في كل حاجه. وده اهم حاجه، ست تاخد وتدي معاها. وفي ناس تحسهم يعني عندهم سنس اوف هيومر عالي قوي، وبتبقى ما شاء الله لو تبقى جميله وعندها سنس اوف هيومر الله اكبر يعني. كده الكمال بقى، انت طماع كده يعني. لا مش بص ممكن انت بتشوفه جميل برضو غيرك ما يشوفوش جميل يعني. انا عندي كذا حد ابقى شايفه واه دي جميله، يقول لي مثلا احنا مش شايفين حاجه فيها، انا شايفها حلوه، نظرتها عجباني. لولا اختلاف الاذواق لورت السلع. بالظبط 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 كده. قول لنا
بقى على ستار اكاديمي واول يوم حطيت رجلك جوه بيت ستار اكاديمي. ده كان يوم عالمي. انا لما قالوا لنا نتائج ويعني بعد ما بكينا كلنا وحضننا بعض احنا 19 وكان طبعا طلعنا على البرايم، وبعد البرايم كانت مدام رولا الله يمسيها بالخير قالت يلا يا جماعه الناس مستنيينكم على 24 اطلعوا بسرعه. الناس مستنيينا فعلا 24 ساعه. فطلعنا لقينا كل الحاجات متغطيه، قعدنا نشيل كل حاجه نشيل كل حاجه، ويعني قاعدين بنتفرج بقى الله دي الاكاديميه دي هنقعد فيها، وكل واحد بقى حاط امل انه هيقعد ايه يوم اسبوع وهيمشي. ما كانش حد حاطط في باله انه هيستمر، كل واحد خايف. كلنا كنا خايفين. انا عن نفسي كنت فاكر هقعد اسبوع بالظبط او شهر بالكثير، قعدت بعد كده الشهر اللي بعده قلت هقعد شهر كمان اللي بعده هقعد كمان، وكل ما بتتحسن بتلاقي قبول من الاساتذه بيمدحوا فيك بتحس اه انا ممكن اعمل احسن، عارف ازاي؟ فاكيد. وفي حاجه ثانيه بتدفعك انك تكمل، اهلك ومش عايز ترجع ايديك فاضيه، عارف ازاي؟ انت عملت كل ده وفي الاخر ترجع، طب انت عملت ايه؟ خسرت شغلك وخسرت كل حاجه وبلاش. هو كان ريسك كبير صح؟ انت لسه جايلها لك ريسك، يعني ما حدش يقدر يعملها يعني، بس تعملها يعني، بس الدنيا هي ريسك. بس كسبت شرف المحاوله في الاول. بالظبط ما ده اللي كنت دايما بقوله، ماما كانت بتقول لي ولو بعد الاسبوعين ما توفقتش ورجعت تاني كده خلاص انطردت من شغلك. قلت لي بقى ده نصيب ربنا عايز كده، مش هقدر بقى قدري يعني، اكيد ساعتها هدور على شغل تاني وهتقبل، انا معايا شهاداتي، بس هنعمل ايه بقى؟ والحمد لله يعني الحمد لله. بي اور نوت تو بي، تو بي اور نوت تو بي.